كما وينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم. سعادة الوزير، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا باختصار عن أهمية توقيع اتفاقية مع سلطنة بروناي فيما يتعلق بمجال التعليم، وما الذي من الممكن أن تضيفه لكلا الجانبين؟ نعم، أسأل الله مساءكم بكل خير. طبعا يأتي التوقيع على اتفاقية التعاون ما بين مملكة البحرين وسلطنة بروناي في جانب التعليم العالي والتعليم الفني والمهني والتعليم العام كجزء من مد جسور التواصل بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها سلطان بروناي إلى مملكة البحرين بدعوة كريمة من سيد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. طبعا من خلال اجتماعاتنا مع وزارة التعليم في بروناي تبين وجود بعض أوجه التعاون الممكنة، وكذلك تم إطلاع وزارة التربية والتعليم في بروناي على ما تملكه وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم في مملكة البحرين من خبرات متقدمة بإمكانها أيضا أن تسهم من خلال التعاون مع بروناي في تطوير التعليم. طبعا هذه الاتفاقية هي عبارة عن تأطير للتعاون المقبل، وسوف يشمل طبعا تبادل الخبرات وطبعا تبادل التقارير الخاصة بالتعليم العام والتعليم الفني والتعليم العالي وكل ما من شأنه تطوير العملية التعليمية. وإن شاء الله سوف يعني تستمر وزارة التربية والتعليم من خلال مذكرات التفاهم التي يتم توقيعها مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة في تطوير العملية التعليمية ومد جسور التواصل مع الأنظمة التعليمية في مختلف دول العالم. نعم، إذن سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.